انظر ماذا قال بايدن قبل قليل في كلمته: اليوم أعلن عن خطتي لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية في مجال الوقود. كلام خطير. نعم، ولكنه خطأ يعني إنشائي. نحن نعلم بأنه السيد بايدن نفسه لا يريد، يعني الولايات المتحدة يمكنها أن تنتج النفط، ولكن هناك ضغوط من اليسار في الحزب الديمقراطي ألا يتم استخراج النفط لأسباب بيئية، وهو نفسه الذي كان يقول نريد أن نستغني عن النفط. فلذلك يعني يجب أن لا نقرأ الكثير في هذه التصريحات، لأنه الرجل عليه ضغوط كبيرة. يعني بس الآن مش ضرب للأوروبيين كمان هاي التصريحات دكتور نصير؟ يعني لا أعتقد ذلك. أظن بأن الأوروبيين أيضا يريدون الابتعاد عن روسيا، ويريدون إيجاد وسائل مختلفة، ولكن الغرب بشكل عام يتجه إلى الطاقة النظيفة، والكل يعلم بأن المستقبل هو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، ولكن يعني هو يحاول أن يحل مشكلة أوروبا لكي لا تصبح هذه. بس دكتور، واضح أن أوروبا غير جاهزة للاستغناء عن النفط والغاز الروسي. يعني لم يكن أحد جاهزا، ومن كان يقول بأن بوتين سيسيء قراءة هذا المشهد بهذا الغباء، يعني بهذا الغباء الذي يعني يستغرب المراقبون من أنه اتخذ هذا القرار. فنعم، العالم ليس جاهزا، ولذلك رأينا بلينكن في الجزائر، ورأيناهم يوقعون، يجعلون قطر دولة صديقة للناتو، ويتحدثون مع السعودية ومع الإمارات لكي تبقى أسعار النفط ثابتة. فنعم، هم يفعلون ما يمكن أن يفعلوه، وأظن بأن أوروبا بعد ما فعلته روسيا بأوكرانيا الآن هم يعلمون ويعملون على التخلي عن هذه العلاقة مع روسيا. وهذا يعني يمكن أن نتحدث عنه بأنه ما هو مستقبل روسيا بدون بيع الغاز والطاقة؟ يعني هذا البلد 60 أو 70% من دخله هو من الطاقة، يعني عبارة عن يعني محطة بنزين. يعني روسيا ليست دولة، هي محطة بنزين. يعني فماذا، ما الذي سيحصل؟ فأظن أخيرا أريد أن أقول بأنه المفاوضات على طاولة المفاوضات، أظن بأنه أحد أهداف بوتين. معقول دكتور؟